احنا ما قد شفنا مثلا شلوب يعصب يعني. الله لا يحطك في يده وهو معصب. هو يضحك عليه دائما. بعدين محمد احيانا ينزل المباريات ودائما اقول هذه المواقف اللي بيني وبين محمد وما حد يعرفها يعني. ينزل المباراه فرضا وهو متضايق. فاذا محمد اذا تضايق اذا قلت له السلام عليكم يعطيك نظره. معقول؟ اي. المهم فكان في في كوره شافني ويقدر يلعب بس ما ادري ايش سوى وسحب اللعبه انقطعت. قلت له محمد، قال لي نظر فيني نظره. قلت له اوكي اوكي صح انت اوكي صديقي خلاص. بعد قاعد يضحك. بالله عصبي صحيح محمد يعني. اتقي شر الحليم ينطبق عليه. الحليم اذا غضب للامانه. لكن شوف